السلام عليكم جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيم، ولوم رجعنا لكم بلعبة مورش. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بكلام ونبدأ نموت. طيب يا جماعة الخير، وصلنا في هذه المنطقة في الفيديو السابق، وكما قلت لكم يا جماعة الخير ان هذه المنطقة هي اخر منطقة في هذه اللعبة، فخلونا نكمل. قبل ما نكمل اوكي، ابغى اقول لكم عن معلومه يا جماعه الخير. شوفوا هذا فائدته يا جماعه الخير، ياخذ من الطاقه من الضربات القاضيه اخوان، ياخذ من الطاقه ويستبدله بالهيلث مالك. اوكي، مثلا انت ما عندك الفطر، اوكي مخلص الفطر، فانت ايش لازم تسوي؟ تستخدم هذا، ولكن بشرط انه ياخذ من الطاقه الضربات القاضيه ويستبدله بالهيلث مالك يا جماعه الخير. فهذا فائدته يا اخوان. اوكي، فخلونا نكمل الحين ونشوف ايش ينتظرنا قدام يا اخوان. اوكي، لحظات قبل ما ذاك. اوكي، هذا باقلي واحد. اوكي، وهذا باقلي واحد. هذا لحد الحين ما حصلته يا اخوان، ما حصلته وما اعرف كيف بحصله، ولكن ما مشكله، خلونا نكمل. يا اخوان ترى هذه المنطقه اتوقع بيكون منطقه صعبه يا اخوان، لانه هذه المنطقه هي اخر منطقه اللي راح تلعبها في هذه اللعبه يا اخوان. فانا متحمس، وانا باغي اضربك. ابلع يا حبيبي، ابلع يا حبيبي، ولكن انا جاهز لحال هذه المنطقه يا اخوان. انا جاهز، وانت زباله تضرب، وانا قاعد اخذ فطر. تعال 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 يا اخي، لا قاعد تضرب كذا، ما يصير. انا ما كان عندي استمنه، ما كان عندي لياقه. شوف من جاي هناك، جاي وانت ماسك نسمة درع، ما يصير كذا. تعال، هذا شكله قوي يا اخوان، هذا اللي ماسك درع شكله قوي. اما هذيلا طراطير، هذيلا في كل منطقة موجودين، فتحصلهم في كل منطقة يا اخوان. ها قصدي تنتظرني انا اجيك يعني؟ تريني اجيك؟ لا ما يدقي. اوكي، ابلع 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 يا حبيبي. هذا اسمه مطرقة يا اخوان، عندي سلاح المطرقة وسندان. اوكي، انا اليوم متحمس يا اخوان، ف تحملوني. اوكي، ما في شيء هنا صح؟ انا اريد استكشف هذه المنطقه، لازم ما اخلي ولا لفه، لازم الف كل لفه يا اخوان، لاني قاعد ادور على هذاك الايتم يمكن موجود هنا. خلونا قبل ننزل هنا تحت في هذا المكان المضبب، ما تفاجئوني اوكي، انا بس جاي يعني ادور على الايتم واروح. اوكي، وش هذا يا اخوان؟ يا اخوان في تابوت، وهذا ليش قلبه يدقدقه؟ وش في هنا؟ يا اخوان في شيء، حصلنا شيء، فاوندري ستون. شفت الكلاب؟ هذا يا اخي، هذا اسمها من اسم هذا ال هذه من اسم هذا الحمارة، هذه يسمى حمارة. اوكي، انا بروح. وش باغين؟ تعالوا والله انكم ابيخ عدو عندي. هذيل الجن يا اخوان، هذيل الجن والله يجيبون لك حالة نفسية في هذه اللعبة. ينتظرني ماسك سيف بيدين، يعني هذا يقول لك انا جادف شغلي. اوكي، لحظات، هل استخدم الفطر ولا بعدين؟ لا ما بستخدم الحين، انا بفاجر. ابلع يا حبيبي، اضرب خلاص حبيبي، انت ميت حبيبي، انا سممتك حبيبي. ايوه كذا يا حبيبي. اوكي، في شيء هنا يا اخوان؟ هذا لحد الحين ما فهمت اذا وش فائدته هذا الورقه، ولكن ما مشكله. ما لقيت قاعد تلهث كذاك، ما قادر تركب، ما عندك لياقه انت، سو رياضه. تعال ابلع، نام مع اخوك، قاعد وحده هو. اوكي، شكلنا نفتح هذا الباب صح؟ اوكي، ايش هذا الحروز؟ شيء حروز يا اخوان، وش؟ مانومنت اوف اش؟ ايش هذا الاسم الغريب يا اخوان؟ في واحد متجلس هنا ما شاء الله عليه، متجلس، وذاك اللي ابو هذاك ما داني، هذاك اللي ماسك درع يا اخوان، انا ما داني ولا هو يدانيني، لكن انا اعرف اصابيك.
انت كذا يبالك. مشكله عنده درع فما يموت، ما يموت بسهوله. شوف يصد الغم، يصد صد صد انت ضربني الزباله ضربني، لكن عارف كيف ادبك يا الحص انت. لازم نسوي هلث يا اخوان، ضروري نسوي هلث لانه ما يقدر يرجع من اول، ما يقدر يعيد. ما في شيء هنا صح؟ ما في شيء. ماشي لفه، ماشي لفه. خلونا نكمل يا اخوان. هنا في شيء؟ هذيل ما يحطون لك شيء ببلاش، احس بيفاجئون. ما قتلكم يا اخوان والله. اعرف انا عارف هذا الالعاب كذاك مقصه يعني، قصوا عليك زين. يقول انا راح اشيل اغراض، في اغراض تحت هناك راح اشيلها. اول ما تروح تشيلها لا يطلع لك شيء من الاعداء. اوكي عندنا صوب اليمين وصوب اليسار، وين نروح قبل؟ انا بختار يمين يا اخوان. اوكي بروح صوب اليمين، هذا ما ينكسر. شيء باب يا اخوان هنا. هل هذا هو المختصر؟ بيتفتح هذا الباب؟ وش فيه؟ ليش ما يتفتح؟ اتوقع الان تفتح هذا الباب من صوب الثاني يا اخوان. فخلونا نكمل نروح من صوب اليسار. في عندنا ايتم هنا، شيء ايتم. هل هذا هو الفطر؟ ايوه حصلنا فطر، فيري نايس. يا اسمك، يا من اسمك انت؟ ايوه انت، ايوه اقول لك ليش راسك ذاك اللي معه؟ ها؟ ليش راسك كروم؟ لحظة، هذي له توأم ايش؟ هذي له توأم يا اخوان، شيء توأم، وانا عندي سلاح التوأم. هذا شكله مقوية يا اخوان. ايوه ابلع، اخوك مات وانت تموت معاه. انت تموت معاه، امسك يده. ايوه لا تمسك، خليه يموت. انزين هنا ما في شيء. هذا وش فايده هذا التابوت؟ اوه حصلنا ذاك يا اخوان، لما فتحت التابوت حصلت الاسمه. هذا فايدته كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه يا اخوان، يطور من السلاح، يعني يقوي من السلاح يا جماعه. فذيس از فيري نايس، لكن سلاحي هذا السلاح اللي استخدمه هامر انشيزر يا اخوان خلاص يعني ملفلنا فول يعني الفيلل. اوكي كلمه جديده الفيلل، كتبوه في القاموس يا اخوان، اخترعنا كلمه جديده. اوكي انت شيك ما ميت. الحين مت. اوكي انزين هنا في شيء. اوكي برونز بيل، جرس يقول لك برونزي. وبي يا الكروم لا قست فاجاني كذا، كانك انت قاعد تدور صح. طحت يا ابوي طحت. الله يعينك، شيء شواك تحت. يا حبيبي انا ما فاضي، والله العظيم انا ما فاضي، انا جاي من اكثر عن منطقه، يعني جاي من مسافه بعيده يا اخوان، ففهمتوا يعني لا تقتلوني. هلو شيء واحد متين هناك في النص يا اخوان. يا حمار يا الزريبه، والله العظيم لحظه كانك انا بطلع منك هذاك الكرش اللي هناك. لحظه انا كانك، خلينا اسوي هيلث انزين، خلينا هيل وقانو. والحصه هذا سنايبر جي هذا شكله. اوه ضربني والله ما خلي اول قتلته صح. مات يا اخوان. لا ما مات ذا، ابلع. لكن تبي موت. ايوه تو مات. مو باغين. لكن وش سويت له؟ سويت له حركه يا اخوان، ما اعرف وش سويت له، لكن اوكي قايل هذه يبالك كذا بس. هذا يا اخوان حتى ضربات القاضيه يعني ما ياثر فيه ابدا، يعني احس انه كنا يعني ما ياثر فيه. ابلع. مشكله عندي درع، لا اتوقع الدرع هو اللي يساعده يا اخوان، فهذا ظلم يا اخوان. انا ما عندي درع، حصلني تابوت ثاني يا اخوان. حطوني الاش لارج بولت. اوكي حصلنا اللارج بولت. انزين ايش رايك يا حبيبي؟ جبت لك ماكدونالدز انا،
ماكدونالدز لكن يموت. اوكي انا جيت اخوي وين اخوك التوام؟ اتذكر انت عندك اخ توام، عندك اخ توام يا حبيبي. اضرب ابلع ابلع يا حبيبي ابلع. هو اللي هو اللي ضربني. يا اخوان لا لا ما كنت بقول لكم ان هذا هو الاسم المختصر، لكن طلع ما هو. شفته ما يتأثر، شفته صح انه ما يتأثر لان عنده هذا الدرع، لكن انا عارف كيف امر دغك. ابلع مساك. لا 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 ضربني يا اخوان، ضربني ضربني هذا الزبالة. لا تقتلني الحين، انا ما قد اسوي تصلب واحد يسوى. اوكي حصلنا، خلينا اهيل يا اخوان. والله العظيم كنت حاس، كنت حاس انه بيطلع لي. شكله هو ذا الباب يا اخوان، هو ذا الباب اللي عبارة المختصر يعني كذا. سالفتك لا انت كذا، سالفتك انت كذا، سالفتك الفنان فيه ان هذا يموت بسهولة يا اخوان. هذا المتين، هذا كان ذاك اسمه فحم، صح انه فحم. اوكي هل بيتفتح الباب؟ ايوه تفتح يا اخوان، الامور طيبه يا اخوان. الحين عندنا مختصر، اذا متنا نقدر نجي من هنا يعني. مع ان هذا المختصر يعني فهمتوا انه مختصر الزباله، احس انه زباله. اوكي حصلنا هذا الفطر حق السم، وحصلنا ذهه الفار. ابلع يا اخي. انا بعدني ما فهمت، انا من فيديو السابق انا فتحت شيء من السلاح قالوا لي تضغط L2 R2. هو اوكي يا ساتر. شفتوا يا جماعه يا ساتر على الضربه. اوف 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 اوف, أوف. طلع كذاك سالفته. انا من انا فهمت ليش في الفيديو السابق ما صار، تعرفوا ليش؟ لان ما كان عندي الطاقه اللي هو ريسولف. شوفوا ذاك اللي فوق، فوق طاقتي، فوق الهيلث مالي، هذاك الطاقه يا اخوان ما كان عندي في الفيديو السابق. من كان ما يصير هذا الحركه، وانا اقول ليش ما يصير؟ طلع لازم 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 يكون عندك الريسولف يا اخوان. اوكي ياسين حصل اوراق يا اخوان، ما اعرف ليش هذا الاوراق حلويش ما اعرف. المهم خلوني اخذ الفطر لاني بديت اوصل له بعيد يا اخوان. اوكي شي باب هنا ثاني، شي باب لا تدخل هذا، لا نفتح المصاب الثاني بعد. اوف كورس يقول لك الباب مسكر فاكيد لازم تفتح المصاب الثاني. اوه تابوت يا اخوان، تابوت. حصلنا واحد ثاني يا اخوان، حصلنا واحد ثاني المسموح حل اسمه ذاك تعديل السلاح. هل التابوت ما يتفتح يا اخوان؟ لازم ما نخلي ولا تابوت. اوكي احنا جينا من هنا صح يا اخوان؟ جينا من هنا. اوكي جينا من هنا، هذا فتحنا المختصر. اوكي الامور طيبه، خلونا نكمل نرجع. ما فتحنا تابوت، شفتك ما فتحنا تابوت. اوه جلمس، حصلنا جلمس ممتاز. خلونا الحين وين نروح؟ يا انا قتلت اخوك قبل شويه. ماكدونالدز موجود. اي 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 لا هذا كذا 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 يا بالغ. اضرب اضرب. ايش رايك ايش رايك؟ هو اللي قال، هو اللي يسالني ايش رايك. اشوف راسك كيف منفلق. انزين ما رحنا ذا الصوب، ما رحنا هذا الصوب. انا باقل هيلث واحد يا حبايبي اوكي وشكلي بموت قريب، وما حصلنا لحد الحين تشيك بوينت. ف ذيس از فيري نايس. انتظروني يقولهم لحظات يا اخوان خلينا بفاجئ. ابلع الله. والله ذا احلى ضرب يا اخوان. لا الغم تعب مو يصير بعد لما الضربه زين تعقل ذاك اسمه الشيزل تعبوا شيء يصير له يتسمم بعده لو لاحظتوا يا اخوان انه يتسمم. لكن المشكله تعرفوا ايش المشكله يا اخوان؟ المشكله ياخذ من ذاك الريسولف واجد.
فالحين يكون ما عندي بعدين ضربات القاضية، ولكن صراحة في التاك، في التاك هذا الضربة بيساعدني واقل في لما نقاتل الزعيم. هذا وش فائدته؟ أنا ما فهمت هذا التابوت وش يعطيك أغراض يا أخوان، يعطيك أغراض، أعطوني إذا تأخرت شوية، إذا تأخرت بس تصير لا قسمه شوي. أوكي أتوقع الطريق بيكون من هنا لأن خطفنا، ما بقينا لفة ما لفيناها هناك. أوكي انتظروني يا حبايبي، كيف حالكم؟ تعال 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 كذا كذا، ريدك دقي تعال. اوكي حصلنا حريسول وزين عبي. جيد يا جيد، قابت نيران هذي. هذي توك اكستال ماله في هذا المنطقة، هذي الجنية تطلع نيران ما تطلع احجار كذا سالفتها. اوكي خلونا نروح هذا الصب. من ذاك؟ من انت؟ لحظات يا اخوي لحظات. واو بوش انا ميت يا الزريبة. لحظات انا عارف افاقك، ابلع. لا ما قدرت اسويه، وقا واحد ثاني بعده جاي يساعده. ابلع ابلع يا احمر. صح انك زريبة، انا ما عندي هيلث يا اخوان. لحظات خليني استخدم هذا، خليني اعبي ريسول. ابلع ابلع، هذا الزبالة قوي يا اخوان، هذا صح انه زبالة. خلونا نستخدم هذاك اساس نرجع هيلث. هذا ما زاد شيء، دقصوا علي والله ما زاد شيء يا اخوان. ايش هذا التعقب؟ مكتوب لك انك ان اسمه ياخذ من ريسولف ويستبله بالهيلث مالك يا اخوان. حصلنا جلمس ممتاز. هذا ويش؟ اوكي زين حصلنا فطر لان ما عندي هيلث. انزين هذا المكان وين يطلعك؟ هذا الباب يا اخوان، هذا الباب هو اتوقع الباب اللي ايوه هو هذا الباب اللي اكسر احنا كنا ما نقدر نفتحه ففتحناه الحين. خلينا نروح نشوف هنا يا حبيبي. لا 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 لا, لا. هناك شكله الامور ما طيبه. قبل ما نتحرك احنا ما رحنا فوق هناك، ما رحنا هذا الصوب. خلونا نشوف شيء قبل وش في هنا، يمكن في شيء يعني في شيء راح يضبطنا في التعديل له. السلاح مع ان سلاحي خلاص يعني في التاك. هلو اسمع صوت يا اخوان، في اصوات غريبه. هو موجوده، هلا والله موجوده، هلا والله. اشرب اشرب الشرد يا اخوان، خلينا نسيب خلينا نسيب على اساس ما نعيد من اول يا اخوان. انزين بس بس خلاص اسمه فافرم بنس نوت ليس اس. اوكي انزين هذه ما عندها شيء جديد كذاك، ما عندها شيء حلو. الحين اسمه ذاك. اوكي الحين عندنا تشيك بوينت يا اخوان، عندنا تشيك بوينت فخلونا نكمل. اتوقع هنا في شيء يا اخوان، هنا شفتوا كيف؟ فلازم ندور زين. ما في شيء هذا الصوب بعد؟ ما فيش حاجه هنا؟ ما في. اوكي خلونا نروح هذاك الصوب. نسيت انا سويتش. اوه هذاك بيرجع، هذاك الزريبه بيرجع مره ثانيه ولا ما يرجع؟ هذاك مره واحده يعني خطه مره واحده عباره ذاك، معناته هذاك ان اسمه ميني بوس يا اخوان، ميني بوس يعتبر من كذاك ما رجع لما تسيف. اما هذيلا ما يعتبروا ميني بوس، هذا يعتبروا بس اعداء يعني عاديين. اما هذاك اللي كنا نضربه كساعة يعتبر ميني بوس اخوان، من كذاك كان قوي. من كذاك انا قسف افاجئكم، ابلع
ابلع يا حبيبي هامر ان شيزل، احفظ اسم السلاح هذا. ما هذا ما فهمت هذا التابوت يعني، بس يعني اعطوك اغراض كذاك يعني نفس الاسم عباره نفس الشست ولا كيف يعني؟ عباره ما شايفنك، انا شايفنك ترى بس كنت اريد اقص عليك كذا كذا، كنت اريد اقص عليك. شيت بطيح بطيح يا اخوان، اوف كنت بطيح كنت بطيح كنت بطيح يا زباله. تعال تعال تعال، انا اقول لك كم مره اقول لك يعني لما نسمع لما اخوك يموت انت موت اوكي افهم. لا تدخل هذا الباب اوكي، على بالي بيتفتح لازم تفتح المنصب الثاني بعده. ايه غيب 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 يا الكروم، ما فاضل لك انا الحين اوكي. المكان يا اخوان خايس، ما عجبني كيف المكان. زينك زينك تكلمت، انا ما كان عندي خبر انه هو موجود هذا المكان. انا قاعد اروح بس وين قاعد اروح؟ انا ما فاضي، ما عندي لياقه. لحظه ايه لحظه، ظلمه ما عندي لياقه لحظه. اوكي حصلنا هذا، حصلنا ما ريسولف يعبر ريسولف. اوكي انا قاعد اروح صحته كذا. وش هذا؟ يو دامد ات بيرث promised death. يا اخوان لا يعني انتوا لا قاعد تتكلموا سوالف مع الموت، انا ما يعجبني. خلونا نكمل. اوه في تشست يا حبايبي، في تشست. شوت وش حصلنا؟ تار وموتل توكن. هذه يا زبال انت لا قاعد تطلع كذا. زين ان هي تموت بسهوله يعني. في عند اخت. يلا اوكي في شيء ثاني هنا؟ ما في شيء اتوقع. يعني هذا بس هذا يعني هذا المكان يعني حال بس حال ذاك الشست. اوكي ما مشكله. هو هذاك الزعيم اللي اقول لكم ميني زعيم، هو ذا صح انه ميني زعيم. تعال لحظات ابلع ابلع يا حبيبي، وازيدك تينا ازيدك كذا ازيدك ابلع. اوه جاد دامت، قوي قوي يا اخوان، قوي قوي. مع اني ضربت ضربتين يعني من ضربات القاضيه ولكن يعني ما مات، تخيلوا انت بس. اوكي ايش هذا المكان؟ ايش هذا؟ انه شيء فحم يا اخوان، شيء فحم شكله شاويه. هنا تحت اتوقع في شيء يا اخوان، ما في شيء هنا؟ لا ما مخبين شيء، لان هذا الالعاب يخبون لك اشياء تحت الدرج يا اخوان، فخلكم هذاك اسمه خبيثين. ما في شيء؟ لا هذه المره ما في شيء. اوكي يا اخوان تشوفوا اللي انا جالس اشوفه، شيء هذاك هذاك المشروب اللي هناك، لما تشرب هذاك المشروب معناته ايش؟ بتضارب مع الزعيم اخوان. والله انا ما مستعد. لا 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 سيف سيف، قولي السيكرت ويش بايا. اوكي زين وبعدين؟ صرتي حساسة ترى، صرتي حساسة ذا الأيام، لاحظت ذا الشيء أنا. آه. ما مشكلة. أنا الحين مشغول ترى. على فكرة أنا مشغول يعني، ينتظرني الزعيم لو لاحظت ذا الشيء يعني. والله مسكينة لكن يعني تهتم يعني تهتم. اوكي ما يا اخي اعطيني شيء كذاك مميز، ما عندي شيء كذاك مميز. عندي 5000 تار، والله ممتاز بصراحه. واذا لاحظتوا انا يعني ما مت في هذا الاسمه في هذه الحلقه، انا ما مت ابدا يعني، فهذا شيء جيد يا اخوان. طيب يا جماعه الخير انا راح انهي هذا الفيديو في هذا المكان، وان شاء الله في الفيديو القادم راح نواجه الزعيم
اوكي راح نواجه الزعيم. فادعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعه الخير. كان معكم عادل من قناه تنفين جيمنج، متقانا في الفيديو القادم. سلام.